على فين؟ رايح فين؟ أنا كنت رايح بس مشوار وراجع على طول. الشنطة؟ الشنطة دي؟ ده فيها لبس كنت هوديه الناس غلابة والله. لحد امتى هتفضل تكذب علينا يا حسن؟ ادخل. انت ليه عملت كده؟ ليه ادعيت انك علي؟ ايه اللي حضرتك بس بتقوله ده يا جد؟ لو ما جاوبتش هبلغ البوليس. ما هو انا بس اعرف حضرتك بتتكلم عن ايه وهجاوب على طول. انت عارف كويس قوي يا جدو انا علي ونتيجه التحليل بتثبت ان انا علي. وانا عملت لك تحليل تاني واثبت انك انت ما انتش علي، ولو ما قلتش الحقيقه هوديك في 60 دقيقة. وحضرتك عارف من امتى؟ فترة قصيرة من قبل ما اجي واقعد هنا على طول. انا عارف انك انت ما انتش لوحدك، علشان كده عايز اعرف مين اللي وراك. طب انا هسهل لك الموضوع. فريد هدفه ايه من اللي بيعمله ده؟ وايه بقى علاقه فريد بقى دلوقتي بالموضوع؟ هترجع تكذب تاني انت؟ فريد عايز ايه من الحكايه دي؟ معرفش بقى يا باشا، انا بنفذ اللي بيطلب مني وخلاص. واختارك انت ليه بالذات؟ انا عارف حظي الاسود بقى. اتكلم عدل يا باشا. انا مش عرفني يا باشا اكيد، يعني عشان شبه علي. عملت ده كله عشان في الآخر يرمي لك قرشين على الجزمة القديمة. أنا محتاج الفلوس دي عشان أخويا الصغير، عشان ما يتشردش زي ما أنا اتشردت. ده غير إن فريد ماسك عليا ورق ممكن يرميني في السجن عادي، وبيذلني بالورق ده كل شوية. مين إدالك السلسلة اللي كان لابسها علي؟ مين اللي قالك على الحواديت اللي كنت بتحكيها لنا وتقول لنا انك انت فاكرها من ايام ما كنت صغير؟ مين؟ دي اخر رسمه رسمها علي كموهوب. ده كان بيسميه دوبي، كان بيحبه قوي لدرجة إنه ما كانش بينام من غيره. في مرة نسيناه في الطيارة واحنا مسافرين. اتجنن. قعد يعيط. محمود قلب الدنيا لحد ما جاب واحد زيه بالظبط. واداهوله عشان يهدي. طب معلش يا باشا، مين محمود ده بس؟ ده جد علي. وأبو إلهام مراتي. على فكرة شخص مهم قوي في حياتنا. لازم تركز معاه وتخلي بالك منه كويس. اللي على يميني دي يبقى إلهام مراتي أم علي، واللي على شمالي لينا بنتي أخت علي التوأم، وده مروان ابن الصغير وأخو علي الصغير. دي بقى أهم حاجة، دي السلسلة اللي كان لابسها علي يوم ما اتخطف. السلسلة دي حضرتك جبتها منين؟ مالكش دعوة. المهم دلوقتي انك تبقى مقنع ليهم ان انت علي. ما ينفعش يشك فيك. عشان كده لازم انت نفسك تبقى مقتنع ان انت علي. انت علي. انا علي. سرحت في ايه؟ ما ترد. مين اللي ادالك السلسلة؟ فريد هو اللي اداني السلسلة. فريد جابها منين وهي كانت في رقبة علي؟ معرفش. ايه؟ يكون هو اللي خطفه؟ باش انا معرفش حاجة. اقسم بالله العظيم انا ما كانش في أي حاجة غير إن أنا باخد تعليمات بنفذها، أي حاجة تانية معرفهاش. و حضرتك ناوي معايا على إيه يعني؟ شفت
افتكر لما نصاب يضحك عليا واهل بنتي وعيلتها ممكن اعمل ايه معاه؟ قال لي حاجة اني ابلغ البوليس، بس انا مش هعمل كده بشرط. اللي حصل بيني وبينك دلوقتي مفيش مخلوق يعرفه ولا يعرف حقيقتك، وهطلب منك طلب وتنفذه. اطلب اللي حضرتك عايزه. عايزك تراقب فريد، تبلغني بتصرفاته اللي بيتصرفها في الشركة، وعايز اعرف اللعبة اللي لعبها دي كان قصده منها ايه. حاضر، هحاول. جد محمود بيه. والله العظيم ما كنت عايز اعمل كده، ما كنتش عايز اكذب عليكوا، بس عملت كده عشان خاطر اخويا الصغير، وعشان فريد ده ما يمرمطنيش ويرميني في السجن، وحضرتك عارف انه شراني وايده طايله ورخم وممكن يعملها. يا ريتك كنت قلت لي الكلام ده من الاول. انا كنت خايف، كنت هحميك. راجي يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ لا. ألف مبروك لي لينا يا مدام إلهام. الله يبارك فيك يا سارة، بتتأخريش، هستناك الساعة 8. حاضر. إلا قولي لي بقى، لغاية دلوقتي رامز ليه ما تقدم لكيش؟ عشان هو مسؤول عن باباه، يعني يكمنه ما عندوش غيره كده، فبيصرف كل اللي بياخده على علاجه، هو ظروفه صعبة، يعني مين عالم، ممكن ربنا بكرة يحلها. إن شاء الله هيحلها. بس عشان تبقي عارفة، يوم ما هتقرروا تتجوزوا الجوازة كلها عليا. أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنتِ طيبة قوي بجد، أنا بحبك من غير أي حاجة. أنا عارفة. صباح الخير. صباح النور. إيه يا باشمهندس ألف سلامة، إيه اللي حصل لك؟ لا ولا حاجة، حاجة بسيطة كده. الشجرة اللي زرعناها عندي في البيت وقعت. سلامتك. الله يسلمك. معقولة عطية زرع شجرة وقعت على إيدك؟ آه. روحي اندهي لي عطية بسرعة. حاضر. اتفضل اتفضل يا بشمهندس. وايدك دلوقتي عامله ايه؟ الحمد لله احسن. طب انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه عطيه؟ ايه عطيه اللي حصل ده؟ ازاي تزرع شجره تقع على ايد الباشمهندس؟ والله انا ما عارف ده حصل ازاي، انا زرع يجي 1000 شجره، عمر ده حصل؟ الحقيقه لا، هي فعلا اول مره تحصل. طيب تروح مع الباشمهندس وتزرع الشجره كويس بضمير، فاهم؟ تحت امر، هروح واخد رزق معايا. اتفضل. عن اذن حضرتك. متاسفين. انا بكرر اعتذاري يا باشمهندس. لا لا ما فيش مشكله، عن إذنك. ايه انت بتكلمها؟ يعني من وقت للتاني كده بكلمها. وعاملة ايه؟ تمام، الله يكون في عونها. واتكلمتوا عني؟ هي لسه شايلة منك شوية. شايلة مني؟ انا المفروض ابقى زعلانة اصلا يا علي، انت مش فاهم اخر مره عملتلي برزاله ازاي. معلش هي معذوره برضه، يعني
اديها بس انتي فرصة كده تصفى من ناحيتك وسيبيها شوية وان شاء الله هتتصلح، انا متأكد. دالي على فكرة قلبها ابيض قوي. طيب ما تعرفش اذا كانت جاية قريت فتحتي ولا لأ؟ قالت لي لسه ما تعرفش. ما تعرفش؟ خلاص بقى براحتها، وانا هقعد اتحايل عليها. انا هسيبها تهدى شوية وخلاص زي ما انت بتقول. ماشي. علي هو انت متغير معايا ليه؟ مش متغير معاك ولا حاجه. لا متغير يا علي، يعني بعيدا عن موضوع داليا ده، انا عملت اي حاجه تضايقك؟ انت شايف انك عملت حاجه تضايق؟ لا. خلاص يبقى مفيش حاجه. لا في يا علي، انت ما بقتش تتكلم معايا زي الاول وبتهرب من اي مكان انا فيه بترد عليا على قد الكلمه بالظبط. بليز يا علي لو متضايق مني في اي حاجه قول لي، انا بجد مش قادره اتوتر اكتر من كده. قالينا مفيش حاجه، وانت متوتره ليه؟ يعني عندي كام حاجه كده عايزه اخلصها قبل قرايه الفتحة. الدليفري وصل، الاكل عندي في المكتب. طيب علي تعالى كل معانا، احنا جايبين اكل كافي ثلاثه. ما مش هينفع والله، لسه واكل. اكلت امتى بقى؟ قبل ما اجي على طول. والله مش هينفع معلش. تعالى علي كل معانا الاكل هيبرد. طب روح انت وانا جاورك على طول. طيب علي انا مش هبدا اكل من غيرك. خلاص بقى مش تمام. ايوه بس انت اتسرعت يا عمي، ما كانش المفروض تقول للحسن انك عرفت. افرض انه هرب وما عرفناش نجيبه تاني، هنعمل ايه؟ ما هو كان ماشي لولا ان انا لحقت. ايوه كده بقى الحكايه اتعقدت قوي. يعني احنا كده لازم نكشف فريد وبسرعه. وانا اللي مجنني، نفسي اعرف فريد جاب السلسله دي منين. هو مش ممكن يكون فريد ده له يد اصلا في خطف علي؟ فكرت في حاجه زي كده بس رجعت تاني قلت طب ايه مصلحته انه يعمل حاجه زي دي. الحقيقه لسه مش عارف، بس ممكن يكون عملها لحساب ناس تانيين واستغل علاقته براجي ومعرفته بكل تحركاته وسهل لهم خطف علي. لو علي وقت ما اتخطف كان فريد لسه في الخدمه، ما كانش اشتغل في الشركه. طيب يا عمي ما هو ده بياكد وجهه نظري، ما بينفهاش. وجود فريد في الخدمه معناه نفوذ اكبر وده يسهل له خطف علي. ايوه بس ليه؟ خصوصا ان اللي خطفوا علي ما طلبوش فديه. مصالح غالبا يكون عملها لحساب حد تاني. عشان كده يا عمي لازم ندور مين كان عنده عداوه مع راجي من 20 سنه. طب وحسن هنعمل معاه ايه؟ حسن ده بقى تخلي عينك عليه كويس جدا. من غير حسن مفيش دليل. حسن هو دليلنا الوحيد في توريط فريد في الحكايه دي. يا رب بعد ما لينا ابننا وخدنا في حضننا وطمنا عليه يطلع في الاخر نصاب. والمصيبه ان الواد النصاب ده ساعه ما يتكلم تحس انه بيتكلم من قلبه انه صادق. طبعا لازم تصدقه، ما هو نصاب شاطر زي اللي مسلطه. كريم، فين كريم يابا؟ يابا فين كريم؟ كريم تعبان؟ يا ساتر كريم، هكيمو ياض يا كريم، كنت فين؟ انت مالك يالا؟ كويس؟ ايوه انا كويس. ياض ما تكدبش على اخوك يالا، انت كويس؟ والله انا كويس مش تعبان. يا حسن تعال. خلاص بطلت بقى شحتافه وطمنت على المحروس اخوك، اقعد انا عايزك. توقعت قلبي لما كلمتني يابا في ايه؟ انا عامل لك ايه يعني؟ ما انا لو طلبتك بالذوق مش هتيجي، لازم اجيبك عافيه. عايز ايه يابا؟ عايز ايه؟ خش يا كريم اعمل لي شويه شاي. انا هسالك سؤال وجاوبني عليه بصراحه. ارغي على بلاطه كده،
مين اللي وزك على نصباية عيلة دياب؟ ما قلت لك يابا انا اللي طاقت في دماغي ورحت عملت الحوار ده. هو اللي هنعيده هنزيده؟ تسأل ليه؟ وحياتي كنت فاكر ان انا صدقتك اول مرة. انا بلعتها بمزاجي وقلت نشيلك برضو هتيجي تحكي لي على كل حاجة. بقول لك ايه؟ فكك مني انا ماشي. مش هتمشي قبل ما تقول لي على الحوار ده مين اللي وزك؟ هي هبت منك يابا ولا ايه؟ يا حمار افهم، انا عايز مصلحتك. ايامك مع العيلة دي بقت معدودة. معنى ايه الكلام ده يعني؟ معرفش. بقول لك ايه يابا؟ والنبي اخلص يابا وقول لي. يعني ايه يعني ما ايامي معاهم بقت معدوده؟ افهم اللي تفهمه بقى. يا ديني. يابا ما تخلص يابا. انا جاني واحد وقال لي على الحوار كله من الاول للاخر. واحد مين؟ واحد تقيل قوي. ظابط. وعيادكم فاكر ان الحكومه ما كانتش واخده بالها. يا دي ابن السار ما كانوا مرقدين لك. عشان يوقعوك لولاي انا. يعني ايه؟ ما كفايه بقى صعبات يا حسن. الله افهم، انا عايز مصلحتك. انا اتفقت مع الضابط ده ناخد منه قرشين ويعملك شاهد في القضيه، بس بشرط تقول على مين اللي وزك في الموضوع ده. والقرشين ناخدهم نشبرق بينهم نفسنا، نهب على وش الدنيا والغور من هنا. ها؟ ايه رايك؟ رايي في ايه يابا؟ انت شكلك شارب كده وخربان وعامل دماغ وعايز تطلعها عليا. أنا ماشي. سلامة كيم وربنا يعينك. خد يا حسن. الله يا ده أنا مش بكلمك. أنت يا زفت. صباح الخير يا عروسة. صباح النور يا مو. أنا مش مصدقة إزاي الأيام جريت كده وبقيتي عروسة. أكيد زعلانة مني عشان هكبرك. زعلانة؟ بالعكس، ده أنا مبسوطة قوي إن أنت هتتخطبي. أنا بس مش عارفة لما تتجوزي وتسيبي البيت هيبقى شكله عامل إزاي. أكيد هيبقى وحش قوي من غيرك. أنت عارفة إن أنا اكتشفت إن طول السنين اللي فاتت إن أنا كنت باخد قوتي منك حتى وأنت طفلة. البصة في الوش الجميل ده هي اللي كانت بتخليني أكمل رغم كل اليأس اللي كنت عايشة فيه. مامي أنا لسه قدامي مش أقل من سنة على ما أمشي وأسيب البيت. على فكرة انتي هتبقي زوجة وأم عيلة عشان طول عمرك شايلة المسؤولية وأكبر من سنك. انتي عارفة ان انا ساعات كنت بحس ان انتي اللي مامتي مش انا اللي مامتك. انا بس عايزاكي تسامحيني يا ليدا. اسامحك على ايه يا مامي؟ على اني ما كنتش أم كويسة. شيلتك العم بدري وحملتك فوق طاقتك. اضطريتي تلعبي دور الأم مع مروان تاخدي بالك منه مع إن انتي نفسك كنتي محتاجة لحد ياخد باله منك. ممكن ما تفكريش في حاجة وبطلي تفكري في أي حاجة فاتت. ارمي كل حاجة ورا بعض. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. أنا مش عارفة من غيرك حياتي كانت هتبقى عاملة إزاي. ربنا يخليكي ليا. يلا اجهزي بقى بسرعة عشان ما نتأخرش على الكوافير. عندنا حاجات كتير جدا لازم نعملها النهاردة. اوكي حاضر. يلا البسي واجهزي. محمود بيه الله لا يسيبك تسيبني امشي. واوعدك والله العظيم انك عمرك ما تسمع عني اي حاجة ولا هتشوف وشي تاني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش في بينا اتفاق ولا ايه؟ ايوه وانا كان نفسي اوفي بالاتفاق ده بس مش هينفع. ليه؟ لان البوليس عرف كل حاجه ووصلوا لابويا والخطوه الجايه بقى ان هم يجوا على هنا. بوليس ايه اللي وصل لابوك؟ والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده، في ضابط راح لابويا وقال له يعرف مين اللي زيقني عليكم. انا قعدت بقى اقلبها في مخي كده ولقيت بصراحه ان مفيش حل قدامي غير ان انا اهرب. انا فهمت. اللي راح لابوك ده يبقى الاستاذ كمال. ازاي بقى؟ هو راح لابويا ليه؟ هو مش حضرتك لما سالتني انا جاوبت عليك بكل صراحه وما كدبتش عليك في اي حاجه محمود بيه؟ طب ليه كده طيب؟ كمال راح لابوك من قبل انا ما اتكلم معاك. ما تاخذنيش يعني يا محمود بيه، دي بقى غلطه بفوره. ابويا ده راجل غشيم. ما ينفعش كان يعمل كده معاه خالص يعني، ده ممكن يودينا في 60 دهب.
ممكن بقى من غشوميته يقوم رايح لإلهام هانم ولا راجي بيه ولا فريد بيزت نفسه ويقوم يقول لهم على كل حاجة، وساعتها بقى محدش هيسمع عليا، اروح انا في داهية. لا ما تخافش، انا هكلم كمال وهشوف طريقة. ولما سألت له اي قال لي معرفش هو فين. انا بجد مش عارفة ايه البرود ده، ازاي يعني ما جاش لحد دلوقتي؟ دي ولا كأنها قرايه فتحت اخته النهاردة. لا وكمان بقى ملمومي على شلة بيقى اليومين دول، تصوري ان هو ما بقاش يخرج غير معاهم. هو انت ما بترديش عليا ليه؟ مالك؟ مالي يعني؟ ما فيش حاجة اقولها. ما فيش حاجة تقوليها؟ طيب انا هروح بقى عشان اجهز. علي. ايه يا عرب؟ متعرفش مروان فين؟ معرفش، اظن في المونتاج، بس هتلاقيه زمانه جاي يعني. ماشي اوكي. ممكن راجي. باي 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 حبيبتي. سلمي لي على بابا وماما لحد ما اشوفهم بالليل. ممكن استأذنك شوية؟ أيوة طبعا، لما تخلصوا بيكلميني. مبروك يا حبيبتي. هو أنت ما ينفعش أبدا حد يسبقك ويجيب لي هدية قبل هديتك؟ ما أنت عارفة، محدش يقدر ينافسني في الموضوع ده أبدا. الله يا بابي دي حلوة قوي. ميرسي يا بابي. حلو قوي الكادر ده، احلى من اللي فات. انا من رايي تاخدوه. وانا كمان رايي كده، انا برضه شايفه حلو قوي. الو الو. والله العظيم جاي حالا. بتحرك اهو يا خالته، مسافه السكه. احنا متاخرين جدا. طب ايه خالته على اخرها؟ طب يلا نمشي. يلا. بقول لك ايه، احنا هنطير هنكمل بكره. رايحة فين؟ هركب تاكسي. تركبي تاكسي ليه؟ ما تيجي معايا. لا لا معلش مش هقدر، انا هركب تاكسي احسن. تتأخري كده، يلا بقى يلا هوصلك بسرعة. يلا. امسكي فيا بقى. طبعا مالك هو اللي هيبقى على الحجر بعد ما بقى جوز بنته، ده غير ان راجي لسه هيمكنه من الشركه اكتر. الولد طموح قوي وعايز يوصل يبقى حاجه في يوم من الايام، ده غير ان راجي بيحبه ومقتنع بيه. يلا حبيبي خلصنا. طب وعلي عامل ايه في الشغل؟ ماشي كويس؟ علي؟ علي بيجي الشغل وكل حاجه، بس زي ما تقولي كده الشغل مش اهتمامه، يعني مش هيبقى حاجه في يوم من الايام. مفيش قلق منه خالص. كويس قوي، عشان كده بقى انا مش عايزاك تسمح لاي حد انه يتخطاك او ياخد اكتر من حقه في الشركه، وعايزاك كمان تخلي بالك من مالك كويس قوي. مامي مروان ما بيردش عليا، طبعا مشغول في المونتاج بتاعه، ده مش معبرني. اديكي قلتيها بنفسك اهو، مش معبرك. لو كان عايز يرد عليكي كان رد، طالما ما بيردش خلاص ما تكلميهوش، خلي عندك كرامه، بطلي الاندفاع اللي انت فيه ده وعالي شويه. ما تبطل طريقتك دي، مش طول الوقت تحسسها انها راميه نفسها على مروان، انت كده بجد بتضايقها. يا حبيبتي انا خايف عليها، وبعدين لما تزعل مني انا شويه احسن، لما تزعل اكتر لما مروان يقول لها الكلام ده بنفسه، ولا ايه؟ وهو يقدر يعمل كده؟ طب خليه يفكر وانا اوريك هعمل فيه ايه. هيشو. نعم. بليز طلع لنا العربيه. عربيه ايه يا نانسي؟ دول خطوتين. ايه البواخه دي؟ شايفه؟ شايفه راكبه وراه موتوسيكل ازاي؟ انا هتصرف في الموضوع ده. يلا. ازيك يا عم رضا؟ الله يسلمك يا باشا.
ازيك يا خالته؟ تعالي. كنت فين؟ ما انت عارفه يا خالته اني كان عندي رسم التصوير بتاع مشروع مروان. ايوه عارفه، بس مش عارفه ان انت هتيجي راكبه ورا الموتوسيكل لحد امتى. طب وفيها ايه يعني؟ ما احنا الاثنين جايين على نفس المكان، عادي يعني؟ لا طبعا مش عادي. ليه في ايه؟ الهين جايه راكبه الموتوسيكل ورا مروان لحد امتى؟ ما بالراحه يا ماما، في ايه؟ هي جايه وراها الاحمر. ماما حبيبتي العالم اتغير، والموتوسيكل ده بقى وسيله مواصلات. اعتبريها كانت راكبه توك توك يا ستي. انا اسفه يا خالته، انا لو كنت عارفه ان الموضوع هيضايقك ما كنتش هعمله اصلا. انا بس بتعامل على ان مروان ده مش غريب. اهو مروان مش غريب. ها سمعتي؟ بعدين يعني انت من الصبح مسربعاني، وكل شويه شاهلي شويه يا ناهد، العريس وقاله هيوصلوا، يلا نرتب الصاله، واديكي واقفه بقالك نص ساعه بتكلمي على ليلى. ما تقولي ماما عايزين نخلص بقى. بتساعديني انت قوي يا حسره. بقى كده؟ بعد كل اللي عملته معاكي من الصبح ده؟ ماشي يا فوز. احب اقول لك بس ان انا شلت عنك بلاوي، ماشي؟ عدي الجمايل بقى. عندها عندها. بس احب اقول لك برضه ان انا مش هتنازل عن حقي ان انا اعرف ادق التفاصيل. تفاصيل ايه؟ التفاصيل المهمه. طب روحي. بلاش شرح بنات بقى. مستنيكي. ازيك؟ انا كويس، انت عامل ايه؟ انا كله تمام، انا مبسوط اني شفتك. بقولك ايه، تعالي معايا. على فين؟ نلف شويه بالعربيه وبعدها ارجع. طب استنى، والقرايه الفاتحه كده هتخلص في ايه؟ مش مشكله، هبقى ارجعك. ما تفكريش كتير، يلا. هو انت بتبص عليها كده ليه؟ لا انا مفيش حاجة. ازيك يا دالي؟ مش متوقع انك جاية. عاملك ايه؟ الحمد لله. اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا دالي؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيكي، وحشاني. وحضرتك كمان. مبروك، الله يبارك فيك. يا عروسة قمر يا لينا، قمر تجنني. مبروك، الله يبارك فيك. عقبالك. ميرسي. مبروك يا لؤم. ميرسي يا نانسي. مبروك يا حبيبتي. ميرسي يا انكل. مبروك. ان شاء الله يا جماعه بقى نقرا الفاتحه. ابيض عشان اتعلمت الدرس خلاص. ما تحبيش الدهب الاسود. حلو قوي.
لي مشيت لي. قلت اطلع اشرب سوارة بس. طب هقف وانت بتشرب. بصراحة انا جيت النهاردة عشانك انت. عارف انبسطت قوي انك جيتي. طب انت عارف ان انت بقيت حد مهم قوي بالنسبة لي فترة قصيرة. انت كمان. ربنا بس اللي عالم. والله انا بعزك وبحترمك قد ايه. بس دلالة انت انسانة كويسة قوي. تستاهلي حد احسن مني بكتير. ليه بتقول كده؟ وش عرفك ان انا عايزة حد احسن منك؟ مش يمكن انت بالنسبة لي كفاية؟ بقولك كده عشان مصلحتك بس. هو في واحدة تانية طيب؟ أنا طبعاً مقدرة صراحتك وبحترمها. يكفي إن أنت قلت لي الحقيقة وما ضحكتش عليا. أنا آسف. لا ما تتأسفش. المشاعر دي حاجة مش بإيدينا. بس عايزة أطلب منك طلب واحد. يعني يا ريت نعرف نفضل صحاب. ده اللي أنا كنت عايز أطلبه منك. مش عارفة صداقتك دي مهمة عندي قد إيه. توقفين لوحدكم ليه؟ مبروك يا حبيبتي. إيه ده يا علي، هو في إيه؟ مش حاجة. اللي نرجع لضيوفك. أنا أروح أجيب حاجة وأرجع لك على طول. حاجة تقل مهمة دلوقتي. لو سمحت يا لينا روح لضيوفك دلوقتي. أنا شوية كده وهاجي. مالك يا علي؟ أنت بتعيط يا علي؟ بيحصل ده غلط. ما انا مش قادر اخبي مشاعر اكتر من كده. دينا انا بحبك. احنا اخوات. احنا مش اخوات. انا مش عالي.